أنا دكتورة نهاد فهمي، الدفعة 9 من دبلومة طب الأسرة المعهد العربي للتنمية الطبية المستدامة. التحقت بالدبلومة كان هدفي غير بصراحة اللي أنا طلعت منه خالص. اللي طلعت كان أحسن بكثير. المنهج كان الكوريكلم كان شامل لكل حاجة تقريبا، خدناها بشكل وافي جدا على مدار سنين دراستنا كلها. فده خل لأي طبيب مهم جدا، حتى لو هو تخصص يختلف عن تخصص طب الأسرة، بس ده هيخليه ان هو يبقى عنده مرجعية وكافية بان هو لأي استشارة غير متوقعة من أي مريض هيقدر يرد بشكل أفضل مما كان في السابق. لأن طبعا أي حد بيركز في تخصص غالبا يعني بيبقى المعلومات التانية بتفينت أوت، يعني ما بتبقاش واضحة زي الأول. يعني حاليا لأ، كل حاجة رجعت بوضوح كامل. الكوريكلم محترم جدا كمحتوى علمي، أبديتد لكل المراجع العلمية الحديثة. كمان عجبني جزء مهم جدا في نهاية الدبلومة اللي هو البورتفوليو، رغم ان هو كان مؤرق لينا كلنا، بس بصراحة كان تجربة علمية شيقة جدا. ان احنا بدأنا نتعامل بشكل احسن مع الانترنت، مواقع علمية اللي هي فيها تواصل ما بين الموقع والطالب عموما، يعني او الباحث عموما. خلانا متهيألي ده هيخلينا باحثين افضل في المستقبل. يعني اول مره كنا نعرف مصطلحات علميه مهمه زي الكريتيكال ابريزل والريسيرشز يعني دي بتهيالي حاجات عن نفسي كان اول مره اتعامل معاها، وكانت تجربه علميه مهمه جدا بالنسبه لي. ده طبعا خلاني احس ان بالثقه اكتر بان انا ممكن اعمل ابحاث اكتر من اللي كنت بعملها، على مش مهم ان هي تتقدم لجهه معينه، يمكن على المستوى الشخصي. فدي تقريبا اكتر حاجه عجبتني جدا، رغم ان هو كان جزء مؤرق قوي يعني، بس الحمد لله عدى على خير. وكانت اكبر فايده خرجنا بيها يعني من الدبلومه. الناس طبعا هنا التيم ورك كله كوبريتيف جدا، المجلس العلمي رائع، وتواصل دائم ما بين الدارس والاستاذ يعني. فبصراحه تجربه كانت اكتر من ممتازه، لدرجه ان انا التحقت بدبلومه تانية يعني في المركز العلمي بعد ما خلصنا. واتمنى ان انا افضل معاهم على طول، لان بجد المحتوى العلمي محترم اكتر من جامعات كتيره جدا يعني. شكرا قوي. انا اسمي الدكتوره سعاد حكيم سليمان، خريجه من سنه 88، وكنت معنيه يعني بالعمل العام والخدمه المجتمع. فاتجهنا للاتجاه الصحي في الخدمة، فحسيت ان لازم يبقى في تنمية لبرانش ينفع في الخدمة بصفة عامة، لان الدكتور طب الأسرة بيهتم بالنواحي الميديكال والسوشيال والنواحي السايكي النفسية، فهو طبيب شامل للرعاية. فحسيت فعلا ان انا لقيت اللي انا عايزاه جدا جدا، وفعلا طبيب طب الاسره بيبقى البرانش بتاعه واسع جدا، بيقدر زي ما بيقولوا 80% 85% من الحالات بنقدر نتابعها او نتعامل معاها، غير بقى خدمه التوازن الصحيه والرعايه خدمه المجتمع. فهو فعلا المعهد مهتم جدا، ودراسة مش بيكتفي بحاجة محلية، لا دراسة في المراجع الأجنبية والجايد لاينز العالمية. ففعلا استفدنا ازاي ان الواحد يتابع فعلا فهم الميديسن ويخدم بيه خدمة متميزة يعني. نتمنى للمعهد ان هو يستمر ويحقق نجاحات أكتر وأكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور أحمد الشاوش، دكتور ليبي من ليبيا من طرابلس، خريج جامعة طرابلس سنة 2013. طبعا التحقت بالدبلومة سنة 2015 شهر 10. الدبلومة كانت مميزة جدا جدا، واستفدنا استفادة يعني كبيرة من الدبلومة، ووسعنا الأفاق أفاقنا في طب الأسرة وفي علم طب الأسرة. تعلمنا حاجات كتير جدا، منها الكوميونيكيشن، ازاي تعمل كوميونيكيشن مع افكتيف كوميونيكيشن مع البيشنتس. تعلمنا يعني اساسيات طب الاسره، والسنه دي يعني ان شاء الله هتكون حافز لينا ان احنا يعني نتقدم ونطور نفسنا في هذا المجال.
ونوسع طبعا في الوطن العربي الطب الاسري ملوش قيمه كبيره، بس احنا واجبنا ان شاء الله اللي تعلمناه في الدبلومه دي ان شاء الله هننشره في كافه الوطن العربي ان شاء الله.